مساء الخير، نلتقي الآن بشخصية جميلة مفضلة ثقافية لها حضورها الدائم بالمحافل وبالتجمعات المندائية وغير المندائية. عمل فترات طويلة بالإعلام وأنتج وأخرج وقام بأعمال كبيرة، ألا وهو الأستاذ محمد سبع الفياض. فألف تحية ومحبة لأبو شبل. شكرا جزيلا، وأنا كل السعيد أن ألتقي بكم، لأن أنتوا ماخذين على عاتقكم أن تأرخون وتأرشفون الحياة المندائنية من سالف الزمان إلى الوقت الحاضر، فشكرا لجهدكم وإخلاصكم وإبداعكم. شكرا أستاذ محمد، ما هو رأيك بأجواء المؤتمر؟ هل المؤتمر إيجابي؟ هل المؤتمر حقق أهدافه؟ هل طموحك الشخصي لقيته بأجواء المؤتمر؟ المثل العربي قديم يقول المسافة الطويلة تبدأ بخطوة واحدة. هذا المؤتمر اللي هو مهرجان مندائي حقيقة السابع في مسيرة هذه المنظمة المدعوة بالاتحاد المندائيين في دول المهجر. الحقيقة احنا كل سنة او السنة الثانية نسوي مؤتمر، فبالضبط يعني المؤتمر من انعقاد الاول سنة 99 في ستوكهولم الى حد الان واحنا في لندن 2015 اتطور الاتجاه التقني والثقافي بالنسبة لتجمعنا احنا المندائيين. فيعني احنا بدينا قليلين وخايفين واندفاعنا ذاتي، يعني حاليا قاعد نحس انه كل ابناء المندائيين متعاطفين معانا وسهلونا مهمتنا، وهم شعب عظيم اخوتكم المندائيين جميلين جدا اكثر مما نتصور. احنا ما عادي يقولون مثل شعبي يقول مداح نفسه ذامها، نحن والله نذم نفسنا كي نحمد، يعني عكس يعني لذلك نعمل او نجهد نفسنا بكل شيء لاجل ان نوصل الصوره الجميله الى اخوتنا المندائيين وابناء شعبنا العراقي العظيم. يعني بقياسات السنين والمؤتمرات السابقة أنا أصور هذا أنضج مؤتمر عقد هذه السنة، وأتمنى أن يتطور باتجاه أحسن، وشكرا للهيئة المشرفة على إقامة هذا المؤتمر، خصوصا يعني جمعية لوند المندائية والجمعية الثقافية المندائية والأخوان في الجمعيات المندائية في السويد عموما. يعني لاحظت أنا جماعة من متواجدين من مدن أخرى وكانوا جزء من عملية إنضاج المؤتمر بحقيقة. يعني نتمنى من كل قلوبنا أن نشوف وضعنا في ازدهار باستمرار، وإحنا ما ضيعنا هاي السنين اللي جينا بها هنا، فأولادنا كملوا دراساتهم ودخلوا في معترك الحياة مثل ما يقولون، بهم المهندس وبهم الطبيب وبهم الأخصائي وبهم الجيولوجي. يعني احنا عندنا طموح كطائفة مندائية ان نتواصل، وطبعا كل جهدنا هو في حيز امين ليستفاد منا شعبنا العراقي ان شاء الله عندما نخلص من هذه المحنة السوداء. بالأخير لا يسعنا إلا نقدم لك الشكر الجزيل، وإن شاء الله نشوفك بكل المؤتمرات، ووجودك هذا الرائع، وأنا أحسك فد شيء حلو كلش بالمؤتمر، تجمع الناس، إلى علاقاتك الطيبة، كلماتك، كل شيء بيك رائع أستاذ محمد. تحياتنا لك، تحياتنا لك. أنت وأنا كل إحنا أبناء هذه الطائفة، الله يسلمك، وعلينا أن نتعاون ونقدم الأحسن. شكرا للأستاذ المصور المخرج اللي بذل جهد كبير بإنجاح هذا التغطية الإعلامية للمؤتمر. بالأخير شكرا، نشكركم أخواني، وإن شاء الله نلتقيكم بلقاءات أخرى. شكرا جزيلا.